بدأت ندخل على جوجل نكتب محدد الخرائط، بيظهر لنا في أول سيرش خرائط العنوان، بنضغط عليه بيجينا هذه الواجهة، بنكتب مثلا مدينة جدة، بنحدد المدينة بمعنى، بنسوي زوم على مدينة جدة، الواجهة عربية وسهلة جدا، بنسوي زوم أيضا مثلا على حي الصفا، فتلاحظون هذه هي خريطة حي الصفا من الأعلى. فراح نبحث عن الحي أو المبنى اللي حابين ناخذ معلوماته، مثلا هنا في شارع الأمير محمد بن عبد العزيز حنسوي زوم، مثلا هذا المبنى حابين ناخذ بياناته، فنضغط على المبنى نفسه بتظهر لنا العنوان المختصر أو البيانات، نسوي لها سكرين أو نسوي لها كوبي يعني، من ثم راح نتوجه لنفاذ أو أبشر، راح ندخل على خدماتي، من ثم الخدمات العامة، من ثم إلى خدمات العنوان الوطني. راح تجينا هذه الواجهة بمعنى ما عندنا عنوان، فراح نضيف عنواننا. راح تجينا هذه المعلومات المطلوبة، نفس المعلومات اللي أخذناها من المحدد، فراح نملي البيانات هذه ونملي البيانات الملكية وكذا، من ثم نضغط على موافق، ومن ثم بتجيك بعد الكود بتجيك تم إضافة العنوان الوطني، وراح تشوف العنوان الوطني في هذه الشاشة وفي هذه الصفحة، وإذا حابب تضيف عنوان وطني آخر مثلا إذا كان عندك منزلين، فنسوي عنوان آخر بنفس الطريقة.